سي نصر، كيفاش تحصلوا على علفة في الكاف؟ والله من خلال منبركم هذا، وشكرا معناها اللي اتاحت لنا الفرصة معناها باش نعبروا عن رأينا في المجال هذا. بالله نحب نوجه نداء للسيد الرئيس. يا سيد الرئيس، والله 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 من تجربة شخصية، راك ما تقولش للرئيس الاتحاد صباح الخير مشي في بلاصتها، والله لا تأخذها النعمة، والله يا العلفة لا تأخذها. وخليني نقول لك السيركوي كيفاش يصير سيد الرئيس. تصبح عليه زيد. والله والله مو فما بشر ترتاح له تصبح عليه، وفما بشر ما ترتاحش ليه ما تصبحش عليه. اذا ما يمنعش لازمك تحصل على حستك بالعلفة معنا. والله كان بالطريقة هذه بلاش بيع، عندي 5 نعاش حاش عينيك تو نبيع، ما حشتيش بيع. ونحب يا ربي نوجه النداء للسيد الرئيس، وان شاء الله يسمعني السيد الرئيس. يا سيد الرئيس، هاو السيركوي نتاع العلفة كيفاش يصير؟ السيركوي نتاع العلفة اللي هو نورمالمون الولاية هذه ومع اتحاد الفلاحين تعمل لجنة باش تمشي تحصي كل واحد قداش عنده من راس غنم ولا كذا باش ياخذ الوسط، باش ياخذ العلفة نتاعو، وعن طريق التلقيح البيطري يجي يقول لك راه عندك كذا وكذا باش تاخذ العلف. لا سيدي، نحن في القصرين والولايات الداخلية وكل ما يصيرش هذا. سيبني نسيبك انت عمدة قيد خوك وولد عمك وولد عمك واختك واختك واختك، وانا رئيس اتحاد فلاحين قيد عائلتي الكل، ما تشوفنيش ما شوفكش. واحد ما عندوش حتى نعجه مقيدين ليه 100 نعجه، تعرفيش علاش؟ تعرفيش علاش؟ باش يبيعوها مارشي نوار، يفرضوا عليك 10000 فرنك من غير توصيل. 10000 فرنك تدفعها ولا لا ما تاخذيش النعم، ما تاخذيش العلف، فهمني؟ هذه راي سيد رئيس، راي الكل على الولايات الداخليه الكل، راهم قاعدين يضربوا لنا في الامن الغذائي. واضح. كيفاش واحد عندوش حتى نعجه وياخذ حصه نتاع 100 نعجه؟ يا دمازيل، انا نحكي لك من حوايج ملموسه، حوايج فنام. احنا نمشي ونقول لهم اعطونا قيمات، ما هو نحن سيد رئيس حارب في الفساد في اطار الشفافيه ولا لا؟ نورمالمون قيمات ما تكون معلقه في المعتمدين. انت قداش عندك من نعجه تاك تاك، باش انا كمواطن نجي نجم نعترض، نعرف فلان ما عندوش نعترض عليه، ما ثماش في اطار الشفافيه نورمالمون القيمات هذه باش نقضوا عليها هذه. وهذا اقتراح للسيد الرئيس واقتراح للسيد وزير الفلاحه باش نقضوا على الحاجه هذه، باش نقضوا عليها كومبليتمون. القيمات نتاع الفلاح المنتفعين بالمواد العلفيه تتعلق في المعتمديات، وصح على المعتمد باش نجي مثلا نشوف القائمه نتاعتنا تبعتنا، نجي نلقى واحد ما عندوش ولا واحد مقيد اكثر من اللي عنده ولا كذا، ماني نعترض عليه، ما ثماش هذا. تجي فما تلاعب بالعلفه معناه، هذا ريت التلاعب الكبير بالعلفه يصير كما هكا، ونحن باش نقضوا عليه. هذا مقترح للسيد وزير الفلاحه، ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار. القيمات تكون معلقه في المعتمديه، معلقه في المعتمديه باش اي واحد ينجم يجي يشوف، اي واحد ينجم يجي يطلع. انت تمشي ليه تقول له اعطيني قيمه اخوي في النقطه، نقطه البيع الفلاني، يقول لك معطيات شخصيه. يا اخوي شنو فيها معطيات شخصيه؟ تو انا عندي غلب مدرج، انا غلم معطيات شخصيه، انت مش مدرج، انا غلم باه معطيات شخصيه على رقم بطاقه التعريف. اخويا اعطينا من غير رقم بطاقه التعريف، يقول لك لا ما نعطيش هيك. تعرف ايش علاش؟ باش انت ما تطلعيش على شكون ياخذ وشكون ما ياخذ، وشكون عنده بزيد وشكون ياخذ بزيد. وريتي واش معايا يعملوا؟ ثم مكثريه لا ماجوريتي مقيدين عزيز كبار ما تعرفش تقرا، ظل عنده 20 نعش، عنده 4 شكاي، تعال ايش صح عندك شكار باري على روحك، وثلاثة الأخرين، ثلاثة الأخرين باش يتبعوا بهم جماعة، ثلاثة الأخرين واش ياكلوا جماعة؟ أنت ما عندكش، هاي نقيدك 100 نعجة، اقعد غادي توجيك بايتك، تسمع فيه ولا؟ ونعطيك كونتيتي معينة نتاع 1000، ونبيعها أنا يعني باش نبيعها مارشي نوار، باش نبيع شكارة الشعير ب 100 دينار، باش نبيع شكارة السدير ب 50 دينار، تقعد غادي تجيك بايتك على روحك. هذه كيفاش تصير العلف يا سيد الرئيس؟ بجاه ربي قنوها، خلوها القيمات معلقه مستوى المعتمديات. تو هذا دابر نتاع العلف نحوه كومبليتمون، هذا الفساد في العلف نحوه كومبليتمون. ورانا مشين لاتحاد الفلاحين، راهو ما يصيرش. انا نعرف 4 في العيون 4 في اتحاد الفلاحين، ملي ولدتنا وللتو هما في اتحاد الفلاحين يديولوا واحد كاتب عام، واحد امين مال، واحد رئيس، واحد كاتب عام. شنو تو منتخبين؟ كيفاش منتخبين؟ ما تسمعش بيهم من منتخبين زعما مغيبنا للدرجه، معتمديه كامله مغيبه. يا سيدي نحكي لك حاجه، احنا باش نطلعوا على القيمات قال لك يا سيدي برا مشي، مشينا للسلطه المحليه قال لك اخويا برا مشي اعمل نقابه. تعمل؟ نعملوا نقابه باش نشوف القيمات. جينا باش نعملوا نقابه نلقاهم عاملين نقابه، ولده ولد ولده ولد خوه ومرته ونسيبه نقاب. ماشي شيء هبل والله، شيء جهل. انا نحكي لك معتمديه العيون، نحكي وراي الكل برا مشي اسال على النقابه، تو تلقى عامل ولده وولد خوه
ونسيبه وخوه. النقابة عندها شروط. يعملوها. يا يعملوها. لا يعملوا في كل شيء. بالحق راه مجمعك قالوا لك راه عبيت تعلف سميد راه صحيح عبيت تعلف سميد. يا اخي شكار سميد ب 20 دينار خير من شكار خاله. وفي كاس سميد خير من خاله وخير من شعيه. فهمتي ولا شو يلزوا 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 البشر باش يعمل حوايج لا قالها لا ربي لا العبد. شنو الهدف من هذا الكل حسب رايك؟ الهدف من هذا الكل يا سيد الرئيس راهم يحبوا يضربوا امن الغذاء. يا سيد الرئيس هالعباد هذونا راهم في السياده الله يرحم والديك اسمعنا وكهو. هالعباد هذونا راهم في السياده راهم ما يمثلونيش. شنو انا نعرف رئيس مكتب محلي ما يعرفش يبصم يبصم ما يقراش ما يقراش كيفاش رئيس مكتب محلي فهميلي ما يقراش. ياكم انتم انتخبتوه شكون انتخبوا؟ هما جابوا عباد مسقطين ويركزوهم وانت راك مكتب محلي الانتخابات ما صارتش الانتخابات يا ابو مازيل والله لا ثم انتخابات قلت عليه هكا والله لا ثم انتخابات يا سيدي كان يقول كان يجيك واحد على مستوى الولايات الداخلية انا نحكي لك نعم مجاور كيف بحكم نسكن في العيون مجاور كيف راي نفس المشكله نعانوا منها نحن تعاني فيها القصرين وتعاني فيها الكيف وتعاني فيها سيدي بوزيد وتعاني فيها قفصه وتعاني فيها الجنوب كل تسمع في راي هذه هي نفس المشكله هو المشكله نتاعهم شنو هم يسترزقوا مناش يسترزقوا يسترزقوا من العلفه ساهل ياسر القيمات نعلقوهم في المعتمديه هي تنقضوا عليها كومبليتمون هدى السلطاني فلاحة من ولاية بن عروس وعضو التنسيقية الوطنية لاتحاد الفلاحين اللي هي وقع تأسيسها لإصلاح المسار بهدف شنو؟ إصلاح المسار أي إصلاح المسار على خاطر حسينا اللي الاتحاد حاد على المسار حاد على المهمة الموكلة إليه الاتحاد ما عادش الحالي ما عادش يمثل في الفلاح الاتحاد احنا توا نشوفوا انا مش ناخذ لكم برشا وقتكم خاطر لو خيانه تكلموا ما فيه الكفايه اما انا نحب نقول حاجه واحده ان نتبعوهم المسؤولين الحاليين توا كل واحد جايب موضوع اللي جايب على البحر عنده شركات هذا اللي نحب نقوله انا الوزير الفلاحه وللسيد الرئيس ورئيس الحكومه نتبعوهم فماشي موضوع يجبدوه وهما ما عندهمش فيه الحم ما يجبدوش معناتها صغار الفلاحين ولا الفلاحين الشبان ولا المرأة الفلاحة ولا الريفية اندثروا عملوش نهار مشروع يعني المرأة الريفية تقدموش بموضوع يعني أغلبية العباد مصلحة للناس الكل لا المواضيع اللي يجبدوا فيها أما يضربوا في الاقتصاد ويضربوا في حاجة معينة ضربوا القمح وضربوا الواحد باش احنا البرغل اللي نجيبوا فيه اللي هي تونس كانت مطمور روما وعنا كل شيء أما هم فسد وكل شيء عن قصد والبذور الممتازة المحلية ضربوها ونقولوا توا الأزمة 2021 قالوا كلاه الطير شوف المجرم الكبير وهو ما مجرم إلا المسؤول اللا مسؤول هو المسؤول اللا مسؤول هو المجرم وأنا نتجه وقلتها قبل السيد الرئيس تجميد الاتحاد مع المحاسبة وفتح باب لكل الفلاحة أنا نتكلم عن نفسي من ولاية بن عروس مشينا وما نشني وحدي ومعانا وخيان أخرين وبش يسمعوني وبش يراوني وأي إنسان يكذب أنا نتحمل مسؤوليتي في اللي قاعدة نقول فيه اسألنا على الانتخابات المحلية قال لك ليه ما سمعناش بهم يا ولادي ها جرايد وتلفزة ليه ما سمعناش ما فماش لا فما بيرو لا اتحاد محلي وتركيز الاتحاد الجهوي 10 من الناس كراو كما قال في الشعامبي في أطرف بقعة عملوا فيها بسكيت ونصبوا إنسان اللي هو بارك الله فيه الإنسان اللي نصبوه حسب روحه مش كفاءة عاودوا ورجعوا رئيس الاتحاد القديم أشكون نصبوا القديم وشكون حطوا تعرف إيش معناتها معناتها أعمل اللي تحب إنك في تونس إنك في اتحاد الفلاحين ما مش رزق البليك يا ريت ورزق البليك بربي استفاقه يا سيد الرئيس راي تونس الى الهاويه بلادي الى الهاويه الفلاحه الى الهاويه ماذا بنا استفاقه حل بحث انا الاولى مرحبا بكم اذا انا الكلام اللي قول فيه مش صحيح نتحمل مسؤوليتي راهو اتحاد الفلاحين الحالي توا لا يمثلنا ولا يمثل صغار الفلاحين لا فيه شفافيه فيه كان التنصيب الرئيس قال عملوا شركات اهليه سيد الرئيس بشراكة راهم عملوا إدارات أهلية راهو الاتحاد بركة هو ولا أهلي تجي تلقى اتحاد ولا رئيس نقابة تلقى أخته وبنت عمه ومرته وراجل أمه سامحوني في الكلام هما المسؤولين جيب لي أعطيني الشفافية أعطيني تطبيق القوانين الداخلية تطبيقها بصدق
واحنا راضيين، اما يسكروا الباب على البيبان على الناس الكل. وقع تنظيف السيد الرئيس، احنا فرحنا ب 25 جويلية وقلنا هي باش تنظاف البلاد وفتح الباب قدام الناس الكل، فما راعنا الا انهم هذا باش يولي اول وكر الحزب معين اللي هو النهضة، ركشوا فيه ماكش باش تلقى فيه خلف النهضة حتى من الكرامة تحت ضبوتهم. حل الباب للناس الكل، خلي كل إنسان عنده الحق يختار شكون اللي يمثله. ما كما كانت تقول زميلتي، أحفظوها وجوهنا، ما تعطوناش حتى مسؤولية، وماناش مترشحين وماناش طالبين حتى مسؤولية. أما إحنا مصالحنا، مصالحنا كفلاحة قاعدة تضيع. راهي بن عروس كنقولوا تونس الكبرى، هي بن عروس ومن نوبة. حتى الحضور، حتى كيف يجي وزراء للجهة، السيد رئيس الاتحاد ما يحضرش على خاطر اللي جاي مش من النهضة. تصور وش قاعد يصير، ما يرفعش أمورنا للسيد الوالي. تصور إخي البرط، شوية برط متاع رادس، احنا عنا الفلاحة البحرية والفلاحة معناتها البرية، ولا موضوع يرفعوا. يطالبوا كان بالكراهب، يطالبوا بالمنح، فاش يعملوا فيها؟ وقف عليهم السيد الرئيس، راهي فما ناس مش عادة باش تخدم بلاش. بربي عام أزمة كما هكا، علاش ما نحلوش احنا الباب نقولوا المتطوع اللي يحب يخدم بلاش يتفضل، تو تصفى وقتها تو تبيع. أما وقت اللي يبدأ فما دعم ومليارات الدور، وخاصة الشركات، طبعا نحن شفنا برشا اجتماعات على الحوت، شكون أنا عندي البالانسيات، وأنا اللي عندي تصدير متاع الحوت، وأنا اللي عندي مصالح في الطن الأزرق، وما منيش باش نشخص برشا، أما قاعدين يديروا إلا في مصالحهم. واحنا متأسفين جدا اللي كنا نتصوروا باش المؤتمر الأخراني باش تتصلح فيه الأوضاع مع حسب توجيهات السيد الرئيس، فما راعنا إلا أنه يزيد يقع تركيزهم وتمكينهم. وهذه دعوة لفتح الملفات والمحاسبة للناس الكل، وكل واحد يأخذ حقه. وشكراً.